فوت عليا بقى، مش فوت عليه وما تهزرش. خلاص راحت باي باي كده سي جي جي. باي باي سيكتور، اي خدمه سيكتور. ايوه على انت. بصوا الوحيد اللي مش موجود عمل لنا النور، واخدين بالكم؟ طفى علينا النور عشان ما نعرفش هو فين. عبد الله زينه، يا عبد الله زينه، هيصطادنا واحد ورا التاني من بعيد لبعيد. طب نعمل النور يا جدعان، نلحق نعمل اي حاجه، اي واجب. ابو علي وليفينو الفوت من غير سبب قله ادب. انا راجل محترم ماليش دعوه بالكلام ده. لا 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 ابو تامر، مش انا، مش انا تامر، مش انا والله. لو انا تامر هقول لك. يو السلام عليكم من تاني، على طول موجودين ومتواجدين، وحشاكم اللعبه ووحشانا احنا كمان يا ناس يا جامدين. مونجاس كالعاده بديين، الناس دي من كتر ما اتبهدلت بقت بتاخد بتدقين. طب ما يلا بينا نبتدي ونفرجوا مين المبتدئين. يلا بينا. نسيت اقول لك، حط صباعك على الزرار واضرب اللايك المتين. في حاجه غلط، ايه الجيم الملبوسه دي من اولها؟ احنا لسه بنبتدي. تعالى خد انا ده سيرشي. ابو علي ايه الموزه اللي انت لابسها دي؟ كودو تعالى. كودو انا عرفت المجرم. كودو تعالى انا عرفت المجرم. كودو الحركات دي حركات سيرشي. الحركات دي انا عارف حركات مين. مين انا عرفت المجرم. انا عرفت المجرم. هنبوظ البتاعه دي كده مع بعض، سيبوها واحد بس يعملها. ماليش دعوه بالناس دي خالص، بما ان انا مش مجرم وماليش علاقه بالقصه دي كلها، فانا استخبى ادور لي على حاجه اعملها اخلص تاسكاتي. انا راجل محترم ماليش دعوه بالكلام ده. لا 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 ابو تامر، مش انا، مش انا تامر، مش انا والله. لو انا تامر هقول لك. ابو وطن تامر، عايزين نتفق اتفاق. النور قطع. ايوه احنا نتفق اتفاق، احنا خلينا مع بعض حلو. يعني احنا هنغدر بالناس دي كلها، لو حد فينا مجرم يقول. مين فينا مجرم؟ مش هقول. تامر خليك حلو، لو انت المجرم قول واحنا هنسهل لك السكه. ممكن انت تكون المجرم. يا عم مش انا، ما انا لو المجرم هقول لك انا المجرم، هبقى عارف مين المجرم. قول بس. ابو وطن طب بص، انا لابس لبس البوليس. لا انا لابس لبس البوليس. ابو وطن انت مش لابس حاجه، انت لابس اخضر. مش باين عندك بقى ابو وطن. يعني ايه مش باين عندي؟ ابو وطن انت بتضحك على نفسك. تامر هو مربي دقن ومربي شنب. تعالى تامر تعالى، اجري يا تامر ورايا. قول ايه اللي حصل؟ ايه يا جماعه؟ سمعت اللي سمعته يا سنشي؟ دقيقه دقيقه شباب، مدير تسلين ابانوب. شباب بالله عليكم اسمحوا لي اتكلم. تفضل تفضل. ابو علي وسنشي كانوا بيقولوا انه مودي، لكن للاسف مودي قتل. ما حدش قال مودي. انا اصلا ما قلتش مودي، وربنا ما قلت مودي. انا كنت، ما تحلفش، انا كنت هناك عندكم عند الريكتور ولا مش عارف اسمه ايه ده، سيكتور اللي كان فوق الريكتور. يعني انا كان معايا خناقه كنت بحلها اصلا. ابو علي ما قالش حاجه. ايوه ايوه ابو علي كان معايا، كنا بنحل خناقه كده. يبقى انتوا يا معلم. انا مش فاهم حاجه. طلع الراجل ده بره، انا تايه في النص والله ما فاهم حاجه. طب مين، طيب مين اللي انتوا شاكين فيه؟ طب مين القاتل يا جدعان؟ انا سمعت. انا سكيب 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 احسن. لا 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 مبدئيا طالما حد بيقول سكيب يبقى وش كده، وش كده من الاخر. انا شكيت في سنشي. كودو صوت عليا. صوت عليا وما تهزرش. سيكتور اللي عامل التصويت، ايه رايكم نصوت على سيكتور؟ لا هو سنشي كودو ورا منه ابو علي. ادي في سنشي على طول. سنشي ابو علي خلصانه بشياكه. هو ابو علي وسنشي متاكد من ايه يا ده؟ انا وابو علي وسيكتور واقفين جنب بعض، وسيكتور شافنا ولا عارف اي حاجه ولا عارف. باي باي سنشي. باي باي. الله معاك يا سنشي. اشرب يا سنشي. مش عارفين لسه هيبان. تامر تامر تامر. لا 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 لحب بوظ النور. سمعتك يا بومبو. ايه سمعتني بقول ايه؟ ما بقول يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لحب بوظ النور. سيكتور بيجري ورانا. تامر سيكتور بيجري ورانا والله. ايه بجري يا جدعان؟ بقول لك ايه ابو وطن. تامر ايوه سيكتور شكله هو اللي فيها. بص 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 سامعينه؟ مش اي حاجه ولا ايه؟ سامعينه؟ لا انا انا بص معدي من هنا لقيت هناك. بص اهرب. مين 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 يا تامر؟ مين؟ ابو علي. ابو علي ابو علي روح صوت على ابو علي بسرعه. هو ابو علي هنصوت عليه. يلا بينا اجري يا ليفينو. يا شباب يا لهوي مش عارفين ندوس. مش عارفين ندوس. مش عارفين ندوس. بسرعه بسرعه بسرعه. النور 6 8 7 4. انت بتدور عليا سيكتور؟ خلصتها. انت بتحور يا سيكتور. ما كانش فيها 7 وما كانش فيها 4 يا جدعان. سيكتور بيحور، ما كانش شايف الارقام اصلا يا جدعان. سيكتور بيحور، ما كانش شايف الارقام. استنى استنى استنى. سيكتور بيحور وما كانش شايف الارقام وانا شايفها وعمال ادوس والله عليها. والله كان في ارقام. والله يا تامر انا عايز اتكلم معاك كلمه. انت عمال تجري والله حرام عليك. لا 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 ابو علي فضل ورايا بل حجني. عايز اكلمك كلمه عشان انت عمال تقول شكله ابو علي شكله وانت عمال تجري اصلا. خلاويص خلاويص. قدامنا اختيارين دلوقتي يا ابو علي يا معلم. انا بقول لكم حاجه، سيكتور بيجري ورايا من اول ما قلنا يلا نحل دي البتاع.
او شفت سيكتور بيجري ورا بوطن وانا كنت عايز اكلمك يعني الناس بتجري ورا بعضها كتير يا صاحبي. هو انا عشان ما بكلمش يعني هو انا يعني عشان ما بكلمش فرجو جايين عليا. انا شاكك في سيكتور يا جدعان. انا شاكك في سيكتور وما طلعش سيكتور هيبقى ابو علي. يلا بينا على سيكتور. هو سيكتور شاكك في يلا يا جدعان ابو علي ده اسم شركه كله عمال يقوله هو بومبو وابو علي يا شباب بالاخر وبرضه هيطلعوا لي زر. والله لا صوت عليك يا تامر. ابو علي مش عايز يصوت يا جدعان حرام عليكم ربنا حرام عليكم. باي باي هيبان دلوقتي ما طلعش سيكتور ما طلعش سيكتور ابو علي وقفوا اهربوا من ابو علي اجروا حوالين الصينيه حوريين يا كيكا اجري من ابو علي يمين شمال شمال يمين اهرب من ابو علي. بصوا الوحيد اللي مش موجود عمل لنا النور واخدين بالكم طفى علينا النور عشان ما نعرفش هو فين. عبد الله زينه يا عبد الله زينه هيصطادنا واحد ورا التاني من بعيد لبعيد. طب نعمل النور يا جدعان نلحق نعمل اي حاجه اي واجب ابو علي مش كده صلحتها ووو صلحتها ايه يا لئيم انت مستني حد يصطاده ابعد عني. وانا ما ينفعش اضرب على البتاعه دي واحنا مفيش نور يا جدعان ما ينفعش لازم نضرب حاول كده ما فيش وو ابو علي ولفينو عاش يا بوبو عاش يا بوبو شفت انا كنت حاسس كنت حاسس قال لك سكيب قال لك سكيب يبقى سكيب بصوا خلاص المره دي انا هشتغل شرطه بجد وهعرف هشيك بصح يعني هشغل التحقيقات هتضرب غير ما الارقام غلط ها الارقام غلط كنت بتقول 7 وما كانش في 7 انت كنت بتقول 7 هو لازم رقمك يبقى رقمي هو لازم رقمك يبقى رقمي صح تصدق انت صح لك العاجه انا ماشي سمعت ابو علي هو بيقول انا الاتي طب ما قلتش ايه هو ابو علي في اللوبي جايبين سيرتي اسكت يا كذاب برضه مش انا لو انا هبقى معرفكم على فكره يعني لو مش انا خلاص يعني انت كده كده شايفين بس عايز افهم حاجه مو أيوة. تعال اقول لك بس انت حقد عليا ليه يا عم يا جماعه حقدين عليا ولا ايه انت كذوب كذوبه ما انت طلعت المره اللي فاتت واشتغلتنا اكبر حد ما انت شرط انا بس ما قدرتش يعني انا بص هسيبكم امشي عشان انا اصلا راجل غلبان سلام هيطلع ابو علي تاني على فكره طالما بيقول لك انا راجل غلبان هيطلع ابو علي مره تانية احب استقنيس في الجيم قوي بس يعني مش لدرجه ان انا اتفنش ابلود تن 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 في كويست سعيد اوعى الولا ليفينو معانا بس ليفينو طلع غدار المره اللي فاتت تعال اقول لك ابو علي كان بيقول لحد تعال اقول لك ايوه يا صاحب انا تقريبا شفته كودو ماي تحت لسه بقول لك بطن تحتيه اوكي انا اعتقد ان انا يوم في المين هو ابو علي وهخرجه من اول الجيم طب استنى يا بومبو استنى قتله وبيقول تعال اقول لك انت واخد بالك ايوه تعال اقول لك انا ما قلتش تعال اقول لك اصلا بقول تعالى انا خايف ادوس يا جماعه وانت بتقول سنشي قلت حاجه تعال اقول لك وسنشي تفنش يبقى انت بتقول مين ها بتقول مين انا بقول لك بوطن تعالى في جثه انا خايف ادوس تلبزوها فيا طب يعني مين نسرين شوف انا بقول لك بص اقول لك سيكتور كده هيطلع هو في الاخر سيكتور كان بيقول انا خايف وهو ماشي تمام بعد كده ايه سنشي كله تفنش انا خفت ادوس الروبوت ده ولا الريبورت ده تسببوها فيا بصراحه هو كل واحد مكانه فين يعني كل واحد مكانه فين انا كنت موجود انا وده اسمع عارف عليه وليفينو انا بقول لكم حاجه كنا انا وابو علي كنا من عند اللي اسمها البيدي بتاع عند المحل ما بنكبس الانذار اوكي ابو وطن انت مش عارف اماكن الاسامي ابو علي كتير. ابو علي مستحيل ابو علي مستحيل يكون هو انت مش عارف الاماكن ابو وطن ممكن توصف لي فين اروح للمطعم هيقول لك امشي كده كده جنب البتاع ايوه ده المطعم هو ده المطعم يا معلم بقول لكم ايه بعد شو السيكتور انا مين بقى اللي كان لوحده ده يبقى هو القاتل ابو علي مودي انت عملت الريبورت يا مودي انت شفت حد هناك انا عايز اقول حاجه بس اشرب يا مودي اشرب يا مودي اللي يعمل الريبورت ابلع يا مودي ابلع بان لا يا مودي باي باي يا مودي باي باي يا مودي حلف معقوله هو حلف لا مش انا طب علي عمال يقول لك لا يا عيني صعب عليا والله انا في اصوات في دماغي عماله تقول لي هو ابو علي وانا مكذبها جوايا قبل ما اموت انا صوتت على القاتل يا جماعه تمام اوكي انا مش عارف اقول لكم ايه اصلا انا صوتت على القاتل يا جماعه ابو علي صوت على ابو علي يا جدعان لا ابو علي يا جدعان مودي صوت على ابو علي قبل ما يخرج التحقيقات بتقول ابو علي فعلا والله فعلا صح اهرب بس هيقف في وسطنا ويفنش حد فينا اجري افنش حد فيكم اجري يا رب ابو علي فضحت نفسك يا ابو علي حد يربط الكاميرات يا جدعان مش مركز في حاجه تفتكر ابو علي ممكن يجي لنا هنا تعال خلص سكاي ايه يا جدعان سكاي دي انا ناسيها اوكي هعرفها واحد اتنين كوفي لا مين ايه ده ايوه
انا سمعت حد بيقول له السلام عليكم. انا بقول سيكتور اقف جنبي عشان بالله عليكم يا جدعان. دي هو بومبو والله يا ابني. لو انا هقول لك على طول مش هكذب. لا انا عرفت بقى. لا انا عرفت. انت صادق بقى يا بومبو كده. لا انا هقول دلوقتي ابو علي قتله وجا علينا قاعد يقول الحقوا الحقوا. وانا اعرف مكانكم منين. انا اعرف مكانكم منين عشان اجي عليكم بدون تردد. تكلوا على الله. طب استنى استنى انا بالثواني. مش انت بتقول عند السكيورتي عند باب السكيورتي كانت فين الجثه؟ كانت فين؟ باي باي يا ابو علي تعالوا زورونا. خد الموزه بتاعتك يا ابو علي وتكل على الله يا ابو علي. اتفنش يا ابو علي. يلا تعمل يلا بوطن بوت على ابو علي. يلا باي باي. بس انا عارف انه مش ابو علي وهيطلع بومبو بالاخر لانه بومبو حماسه بيقول صوتوا على غيري. حد فوت علي؟ في واحد صوت على بومبو. في واحد فوت على بومبو. انا صوتت على ابو علي بس انا فعلا مش انا مش انا مش انا والله فعلا مش انا والله. انا عندي تسقيه تحت نفسي اعملها يا عم. استنى يا عم انا في تسقيه عجيبه كده نفسي حد يفهمني اعملها ازاي. اطلع اعمل التسقيه العجيبه اللي انا مش راضي اخلصها. ودوس هنا واحد مش راضيه. ايوه تسقيه عجيبه. ايوه واحد تاني. ايوه ايوه رقم اتنين. اوبا رقم تلاتة بقى. رقم اتنين ايه؟ اظبطي بقى اظبطي بقى اظبطي. واو رجعتني تاني رقم واحد. واحد يلا على رقم اتنين. اتنين تلاتة بقى. اظبطي اظبطي. ايوه التسكاي خلصت. واو شكرا شكرا. نسرين بتخلص التسكاي. ايه ده بالله عليكم خليني معاكم. انتوا كلكم هنا بتعملوا ايه؟ انا بخلص التسكاي بتاعتي هنا. انا خايف حد يقتلني. بوطن خايف جاي جاي مرعوب. تعال يا عم ما تخافش احنا معاك. تامر ابعد عنا يا تامر. اوعى تكون فيها يا تامر. طب يا جدعان لو مش ابو علي هيطلع مين؟ يا حبيبي بقول لك انا خلوني معاكم عشان ما حد يقتلني. طب تعالى تعالى ما تخافش. تعالى عمال اخلص التاسكات ومش فاهم للجيم اول لاخر. يلا حد يخلص التاسك اللي هنا دي بسرعه. فكره انا حاسس ان انا المفروض ان انا اراقب الكاميرات صح. لازم اطلع اوضه الكاميرات وراقب ايه اللي بيحصل لان انا هشوفه من الكاميرات هعرف هو مين. الوحيد اللي هيبقى ابو وطن خش على الكاميرات. ايوه شايك على مين؟ ايوه شايك مين وانا هوصل وصلات. يلا بسرعه. ايه ده لا ده طالع من هنا اصلا. في حد في حد اختفى صوته. في حد المفروض كان يبقى معانا وصوته اختفى. سيكتور واقف بومبو هنا. سيكتور واقف عند ال... هو ليه واقف كده؟ سيكتور انت واقف هنا ليه؟ انت واقف هنا ليه يا سيكتور؟ ابعد يا سيكتور. ايوه انا مش واحد يا بومبو. استنى 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 اقول لك على حاجه. ايوه تقريبا كده انا شاكك في ابو تمره لان الواحد ما بيعملش تاسكات ومختفي تفتكر. ونسرين برضو اختفت مره واحده. لا نسرين كان طيب. ممكن تقتلك لما انت كنت لوحدك جوه. طب هو بومبو لوحده. لا 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 ما تقدر تقتله لانه انا كنت ورا بومبو عرفت. اه ايوه ايوه ايوه. طب يلا بينا ندور على تامر. يلا بينا. هو تامر. بس انت بتشككنا في تامر ليه؟ بتشككنا في تامر ليه مش عارف. ايه ده مش هنا مش هنا مش حد هنا. تعالوا تعالوا تحت تعالوا تحت. انا مركب جهاز. والله انا خايف من سيكتور والله العظيم. بومبو خليك معايا. بص 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 ابو وطن خايف من سيكتور. يا لهوي استنى عم نعمل يا عم ابعد عني. قالوا يا عم ابعد عني. مش راضي تعدي والله ما راضيه. رجع 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 هنفعل. حلو تعال عم سيكتور تعال نشوف هما فين. فين تامر؟ لا انا هفوت يا عم. فين تامر؟ هتفوت من غير سبب. استنى بس ايه الفوت من غير سبب؟ قله ادب. واو انا سمعت بومبو بقول واو يا عيني. ايه ده ابو تمره ميت. ايه ده سيكتور وابو وطن قول. ايه ده سيكتور انا اصلا بتثق فيا سيكتور. بيمبو لا بيمبو بيمبو كمان مش عارف اسمي. ابو وطن سيكتور بثق فيه. لا 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 انا كنت معاك بقول لك بخاف حد يقتلني. حرام عليك يا بومبو. سيكتور هو اللي بيلحقنا. دوس عليه ابو وطن. هو ابو وطن. ابو وطن سيكتور هو اللي بيلحقنا يا عم. كلمه سيكتور هو اللي بيلحقنا. حرام عليك كلمة السر يا ابو وطن. العالم الثاني بقول لك يوم مرة الاثنين عاملين فوت عليا. سيكتور اي خدمة. سيكتور ايوه على الصوت. انت سيكتور هو اللي فيها. هيطلع سيكتور. كسبنا كسبنا وكسبنا. يا لهوي ابو وطن يا ابن اللذينة عملها حلوة اوي. عملها حلوة اوي ابو وطن. يا لهوي عملها حلوة اوي بالله عليك. كيف لسه لعب اللعبه وعمل مشاكل لك انا غلبان وطيب. يا لهوي بص بتموتهم يا ابو وطن وبتلبسك فيها وبتصوت عليا كمان يا ابو وطن. ابو علي انا ضحيت فيك انا اسف. يا لهوي صاحبك باعك يا تامر.
بص انا صراحه ضحيت بابو علي عشان اضل انا الاخير. يا لهوي، انت لو تسمع كلام ابو وطن انا قلت لك تعالى معايا، انت ليه قتلته في غرفه السكيورتي اصلا؟ يا لهوي، عمل حركه ايه جامده جدا، انا كنت متخيل ان هو، انا قلت ده سيكتور اول ما قال له يا ابو وطن كلمه السر فعرفت ان هو بيقول عليا انا. يا لهوي، فقلت اصبر على عشان انا كنت سيكتور هبات. سيكتور كامر هبادين اساسا، يقول لك قتلته جازر انذار بويز. يا جدعان جازر انذار بويز. يا لهوي على الحظ، احنا النهارده يوم تحقيقات فاشله. ايه ده، معيش حظ النهارده. اوه، يوم عالمي، يوم عالمي، يوم عالمي عند ابو علي يا جدعان. مركزين مركزين، ابو علي فضح نفسه اول واحد. ابو علي يا جدعان، واو ده فنش واحد، فنش واحد. يلا يا جدعان الكهرباء بسرعه 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 بسرعه. قال لك يوم عالمي، يوم عالمي بيطلع مرتين، حظ وحش قوي. بسرعه بسرعه الكهرباء تبوظ. يلا روب روب ساكت كده ومستخبي ومستكانيس وهما اتنين مع بعض. تعالوا بقى نشوف فين المشي. ايه ده، زرار حلو. مين اللي داس على الزرار؟ فين المشي؟ انا ساكت يا ابو علي حبيبي. يا ابو علي جاي احتفل في اليوم العالمي، جاي احتفل في اليوم العالمي بتاع ابو علي. ابو علي في يوم عالمي ولا ايه؟ يلا يا شباب هنغني لابو علي، هنغني لابو علي اغنيه ابو الفصال. يلا كلنا، يلا 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 حالا بالك. انا عايز اقول كلمه واحده بس، اقول كلمه واحده. انا بهنيك على اليوم العالمي. اتفضل. مش انا المجرم، انت هتفوت على نفسك. اسمعني.